مساء الخير. ورد معي في حلقة الأمس من المايسترو كلمة زبربخ، وهي في الواقع زبربخ. اقتضى التصحيح منعا للالتباس. أهلا وسهلا فيكم في المايسترو لليوم. ضيفتي لليوم قلب منشرح، منخار مرتفع، شفاف منضلقة، تكاد أن تطال الأرض بانطلاقة تستتر لكل انطلاقة غيورة من الفراشة الأمورة. عنبر عطرها ينسج في الخيال أمنيات لم تكن ببال. شعرها ليلكي اللون بسوداد الليل المقمر بقمر الخيل. لازم لأشياء على أفية خيل أو ليل، ميل كيل شايل فيل نيل. المايسترا الليلي تتناقل عنها الأخبار، هي جرور ممتلئ أخبار، أسرار، أفرار، انحدار، انجرار، انفتاح ستار. اليوم رح نحكي أكتر معها كستار، نعرف معها شو صار. ومن بعد ما صارت عروسة لكل الأزهار، رحبوا معي بالمايسترا النجمة كوكي. يا هلا وسهلا فيكي. بونجور نيشان. يا هلا. لك مرسى عن جد، مرسى كتير على المقدمة الحلوة، بس ما فهمت عليك شيء. كوكي، اخترتي ديكور الفقر، بيت الفقير، لحتى حاورك فيه. كوكي كانت فقيرة، كوكي عانيتي من الفقر انت وصغيرة. لك نحن وصغار، لك اول شيء انا اخترت بيت الفقر لأنه إذا ما بتعيش الفقر بحياتك ما بتقدر الغنى. نحن وصغار، يعني أنت عم فتح زروحات هلأ، إيه كنا فقيرة، كوكي كانت فقيرة، صدق أو لا تصدق. هيك كان بي، يعني وقت اللي كبرت هيك واكتملت وكبرنا المينا، يعني هيك الميت أنا، يعني صار عندي هيك كل البوتنشل لحتى أنه يكتمل الانتصاب، يكتمل النصاب. كان بيي يبعتني على الشغل تجيب مصاري، كان بيي يروح على الشغل ليجيب مصاري. حرام، عن جد حرام. لك كان بيي يشتغل كثير وجاب مصاري وصار معنا مصاري، وبليز غير الموضوع. رح نعرف اكثر عن كوكي الستار، رح نحرقك بالنار، نولعك بالنار، رح نرجع نروح انا وياك على البركه نتمنى ونكب شويه حجار، نزرعك بالارض مثل شجره ازهار. بس بالاول لازم نروح نسقي الشتلات، لانه شتله اصوله، اصولتي انا بعيط لها اصولتي، بقول مساء الخير للنور. شتلة أصولة يبست والوردات فيها ما نباتت. يا عي أصولة حبيب قلبي، قلبي أصولة ونضال. يا عي جلدر. كوكي، علاقتك مع نضال رح تحكي عنها بالنار، لأنه أنت من علاقتكم كانت محروقة، أنت من نضال كنت مجروحة، واليوم من نضال أنت مندوحة. لك أنا بسامح حتى لنضال على كل شيء عملته معي. صحيح انه كان في عنا هيك اشياء بعلاقتنا، بس هلا بحبها كثير. لك مزبوط انه انا من قبل جربت صوتها بالحيط كذا مرة، يعني رفع عليا كذا دعوه، ليه ما تشوف شو عامله فيها بالمجلات، مشتركه مجله مصودت لها اسمها بالمجلات، في اشياء حتى عملتها العالم بتعرف فيها. يعني انتبه، في مره حتى بعثت لها نص طرقه وقالت لي حرام، بس ليك سامحتها وانا ضميري مرتاح، انا ضميري مرتاح، بحبها كثير. كوكي، انت وصغيره تعذبتي، انقهرتي، انزرحتي، انشتمتي وانزرختي. انا انزرختي؟ نعم، انزرختي. انا انزرختي؟ نعم، لحظه، سوري، نو، هيدي انزرختي ما فهمت انا، سوري. بس مدير اعمالي قبلين بنزرختي، بركي مسبه انزرختي، شو انزرختي هيدي؟ إن زرختي كلمة لقيتها الصبح بالمعجم، ما بعرف شو بتعني، بس حبيت استعملها بسياق المايسترو بحلقة اليوم. مان، كيف بدي جاوبك عن زرختي وأنا مش مبينش معناتها؟ ها؟ كيف؟ كيف جاوبك؟ قولي حيالله شي، جاوبيني من القلب للقلب، لهفوة المحب لكل قلب مدق أبواب الجب. سوري مان، ما عم فهم. كوكي، رح جرب بين هين ولين
اسئلتي، ما ضروري احكي كاني بالع معجم قبل ما فوت الاستوديو واحكي على وزن مستفعل فاعل ومفاعيل. نعم طبعا لك اتذكر ما اوكي هيك يعني بتعرف كيف انا سامبلات بتعرف سامبلات يعني سامبل مهضومه. كوكي شو شعورك لما يقولوا كوكي اتت من بحر الزمركش المزعبر بزعابيش المغضغضة بالأشوج؟ ها؟ شو هيدا؟ بعتذر مني كوكي، ما بقدر أحكي بالعربي الدارج، ما بقدر أحكي إشي يفهمها المشاهد، إكراماً لشهر يوليو وأغسطس ما بقدر، كلماتي لازم تكون مبعثرة من الرياح الأرجوازية والبهراوازية. بس من أنا كوكي؟ انا كوكي انا سابلات بدك تحكي معي. شو اللي ما فهمتين من الكلمات اللي وردت معي ومفردات بسياق الحلقه؟ هل هي اشوج ارجوازيه بهروازيه ام انزرختي؟ هي انزرختي قلبي مش مرتاح لها، انزرختي قلبي مش مرتاح لها، ما حبيت هالكلمه معنا خلصنا بقى انزرختي. بعدين لا بدا هذا سؤالك انزرختي ايه انزرختي زرختني انت من اول حلقه السؤال انزرختني ليك ماني مرتاحه للسؤال. اطلعوا بريك اطلعوا بريك احلى ما انزرختي هلا انت اضربك شقفتين تكون نيش واحد تصير نيشين هلا اطلع بريك. مشاهدينا نحن رح نتوقف مع بريك اعلاني من المايسترو ونرجع لنكمل مع كوكي واعترافها على انغام الماجده لنزار انها حامل بريك. ها